وكنت دايما بتكلم على مثلا باروندو ان مدرب هادي في حاله الخساره بيبقى هادي، حتى لما يكون يعني متاخرين او متقدمين هادي، ما بيصرخش في اللعيبه، بيبقى الدنيا عنده هاديه. النهارده باستور شفنا، لا هل ده بينفع مع او طبيعه اللعب المصري ان انت لازم تدوس عليه شويه في بعض الاوقات، تزعق فيه شويه؟ هي بترجع الاول والاخير لشخصيه المدرب. تمام. هل هو مدرب عصبي؟ هل هو مدرب هادي؟ ملهاش دعوه بشخصيه اللعيبه، وترجع لشخصيه المدرب. انا قصدي في حاجه يا كابتن طارق، اتفضل. انا دلوقتي شايف ان اللعيبه مريحه، فانا كمدرب هفضل اتكلم بنفس تون الصوت ولا ممكن ارفع تون الصوت شويه؟ ما انا هقول لحضرتك تاني، هي بترجع لشخصيه المدرب. ممكن مدرب هادي جدا واللعيبه بتقعد تغلط، بيعمل حاجه بسيطه، اطلع بره، اطلع بره. في مدرب عنده ثقه في اللعيب ومش عايز يطلعه، بيشده بقى، فبيقوم شده. هي دي بترجع لشخصيه المدرب. حلو قوي. في بقى حسب، هي بترجع بقى لشخصيه اللعيب بقى، شخصيه المدرب مع شخصيه اللعيب، اللي هو ايه؟ انا لعيب محترف، عارف ان المدرب ده اما بيزعق لي هو مش عايز ينكل بيا، انا بيزعق لي لمصلحتي عشان يبقى شكل كويس، عشان اقدر ادي في مصلحه الفرقه، عشان اقدر نكسب، عشان يبقى الشكل العام مرضي لكل الناس. في لعيبه ممكن تاخد الزعيق ده او الكلام ده على ان هو بيزعق لي. طب ما هو بيزعق لك، ما هو المدرب في الاول وفي الاخر عايز يكسب. مظبوط. يعني هو بيزعق لك، يعني بيزعق لك انت ما عملتش خطا وهو بيزعق لك؟ مش ممكن، بالعكس هو بيزعق لك عشان انت عملت خطا وهو عايزك تستمر في الملعب. هو لو مش عايزك تستمر في الملعب هيقوم عامل لك ايه؟ حضرتك تعالى اتفضل اقعد بره، خلاص ينزل واحد غيرك، يبقى هو حرقك وانت ما استفدتش، وبالتالي دي بتاثر على اداء اللعيبه.